في عام 1926 أقرت الحكومة التركية قانون التعداد العام للسكان في تركيا لأول مرة بعد قيام الدولة التركية الحديثة. وفي عام 1941 أقر البرلمان التركي قانوناً يقضي بفرض عقوبة على من يرفع الأذان والإقامة باللغة العربية. وأما في عام 1960 أعلن الجنرال جمال غورسيل قائد انقلاب عام 1960 أن أولئك الذين لقوا حتفهم في أحداث الانقلاب سيتم دفنهم حول ضريح أتاتورك الأنيت كبير. وفي عام 1966 حضر اليونانيين في قبرص الرومية الدخول والخروج من وإلى الجزء التركي في قبرص. وأخيراً في عام 2018 اكتمل إنشاء مجموعة صناعة وتجارة السيارات التركية وعين محمد غوركان كاركاش رئيساً لها.